السلام عليكم ورحمة الله يا اخوان، جبت لكم اليوم فيديو جديد لكول اوف ديوتي مودرن وورفير 2. هي نزلت اليوم فحبينا هيك نعطيها فرصة سريعة اول ما تنزل اللعبة، شوف وضع الفلاش، وضع الكمبرة، وضع الامور هاي. طبعا الفيديو راح يكون طبيعي يعني زي اي حدا قاعد يلعب اللعبة لاول مرة، فمشان ما اطول عليكم المقدمة بترككم مع الفيديو، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة. اعطيني ها نبلش. يا جماعة زي كاونتر سترايك بتذكرني. اوه ايش الاسلحة اللي معهم زي هيك؟ مش فاهم، فهمتوا كل الخرافي هذا. والله نيم وتيمي. اوكي هون بدنا نسجل، بدنا جيم واحد تسجل زعلم الناس. واحد نط هون، واحد هون، دخلت ايمك على الهيد يعني هيك على السريع. لا 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 روح ثاني يو في. لازم تموت انت، هيك لازم تموت. جاي الام الام. لا ممكن اتحكم فيك بس. لا لا اضيف يا جماعة. اخذت الطيارة. تعال 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 تعال، عرف شو اسمها بس يلا روح روح روح. اعطيني السكورز، اعطيني السكورز. فيش سكورز شكله، فيش سكورز. واي واحد بس ممتاز ممتاز. هذا مين؟ لا ثاني بعده في كمان واحد بس شح غامر. ليش؟ ايش بدك؟ ايش بدك مني؟ قاعدين ومبسوطين يا اخوان يعني والله. حاسس حالي اول مره بلعب كول اوف ديوتي، اول مره حاسس حالي بلعب كول اوف ديوتي يا جماعه. يعني اوكي نفس التصويب ونفس الاشياء هاي، بس في اشي غير، في اشي غير باللعبة نفسها، الحركة او الاشي الجديد اللي عاملينه. لا ما بصيرش، بعدين نسجل احنا ننزل يوتيوب فيوز، ناس تشترك معنا. في واحد فوق راح، في واحد ثاني ورا. خلينا نروح اموت. من لغاية الآن أنا مش شاكل من اللعبة، بالعكس كثير حلوة. فيها عن جد فيها إشي جديد، ف
فمتحمس صراحة على وارزون 2 كيف حتكون. ما هذه الأصوات الذي أسمعها؟ اهدى شوي اهدى شوي، نم هو يا نم هو. وايش ايش هذا السلاح اللي معك؟ ممكن اعرف وينه؟ وير ار هي؟ هذا معقول؟ لا هذا معقول؟ لا نجرب هذا احنا. الله قاس المسافات. لا 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 اهدى اهدى شوي علي. اوه ايوه اجواء مودرن وارفير. هذا اللي ايوه لا اثنين وراي. لا يستم. روح. انا اسف انا اسف. معلش سامعوني على المنو يا جماعه الخير، بس الواحد لازم يلعب اللعبه يعرف كل اشي فيها. يعني اكيد احنا بنجرب عشان تعرفوا انتوا احسن اشي موجود. احنا اللي بنموت واحنا بنعمل هاي الامور. يعني لا تنسونا من اللايك والاشتراك اكيد يعني على هاي الشغله بالذات. طلعوا اعلى اعلى سكور 24 كل جايب.